يا اهلا وسهلا، حللت اهلا ولازلتم سهلا في مدينتكم الكاظميه. شكرا شكرا استاذ. برايك هل ستكون انتخابات العراق انتخابات ناجحه ام سيكون هناك ستحدث مفاجات او احداث غير متوقعه؟ والله النجاح معيار صعب ان ينطبق على جميع الكتل، لانه كل كتله وكل تحالف وكل من رشح للانتخابات لديه معيار يختلف عن الآخر في النجاح، لكن أنا أعتقد سوف نكون على الأقل أمام انتخابات نزيهة نوعا ما، لكن هذه النزاهة على المعيار العراقي وليس المعيار الدولي، لأنه أعتقد سوف لم يكن بها حالات تلاعب أو فساد أكثر من 20%. شنو الفرق بين المعيار العراقي ومعيار الدولي؟ لا المعيار العراقي يعني متخلف عن الدولي، فبالتالي عندما نقول انتخابات نزيهة في المعيار الدولي يعني نزيهة، أما في العراق عندما نقول نزيهة فبالتالي يعني ممكن أن يكون بها 20% تزوير، وهذا شيء جيد. يعني إذا تقارن في الانتخابات السابقة كانت 80%، اليوم نكون أمام 20%، فشيء جيد جدا. برأيك إيش قد يكون نسبة التزوير؟ هذه المرة حقيقة التزوير فيها قليل، قلت لك أنا أحسن من السابقة لأسباب كثيرة. أولها نحن الآن لأول مرة أمام مفوضية مستقلة حقيقية أعضائها من القضاة. اثنين، هناك المجتمع الدولي أولى لهذه الاهتمام أهمية أكثر بكثير مما أولاها لأول انتخابات جرت في العراق في 2005 من حيث المراقبين وغيرها. ثلاثة، حقيقة كان التنافس اليوم ما بين الكتل السياسية تنافس حذر، يعني لم تكن هناك كتلة مثل ما كان سابقا أنه دائرة محافظة واحدة، فممكن أن يكون لهذه القوى أو لهذه الفصيلة أو لهذا الحزب وجود في هذه المنطقة من عدم. اليوم نتكلم عن دوائر، وإن كانت وجود غير متوازن، لكن الخروج إلى الانتخابات والطريقة والأمور الفنية اللوجستية التي وضعتها المفوضية سوف تجعل من الانتخابات نزيهة نوعا ما، لكن هذا لا يعني، تعرف هناك بعض المناطق فيها فصائل ممكن أن يتدخلوا في مناطق معينة ولا أقول الجميع، هناك يعني تدخل في بغداد الرصاف وتدخل في بعض المحافظات الجنوبية، أيضا في المحافظات الغربية عندما تكون هناك قوة عشائرية أو قوة سياسية فيها موجودة، هذا يعني يعطي، لكن سوف يكون كما قلت لك في نسبة معينة قليلة إذا قرنت بالانتخابات السابقة. أنا حقيقة متفائل جدا لأنني يعني أخالف الكثير، أنا أتوقع هذه الانتخابات سوف يكون فيها مشاركة واسعة، يعني أنا أتجاوز بحدود 45%، فهذا يعني إذا قرنت بالسابقة التي كانت 17% ممكن أن تزيد. اليوم الفتور أو عدم الإقبال الذي كان للمواطن قبل أشهر في هذه الأسابيع أنا مراقب أنه هناك كثير من المواطنين قد غيروا رأيهم، هذا يرجع إلى نداء المرجعية الرشيدة، يرجع إلى تفهم بعض القيادات البعيدة عن الواقع السياسي، يعني أقصد رجال دين وأقصد بها شيوخ عشائر وأقصد منظمات مجتمع مدني. كان للدور للممثلة أمين عام المتحدة عندما وجهت رسالة إلى المواطن العراقي أنا متابع لها أخذ الصدى أكثر من ما يوجهه بعض القيادات السياسية فيها، فالمشاركة سوف تكون لا بأس بها جيدة، وهذه سوف تعطي نزاهة. كل ما كانت المشاركة أكبر سوف تقلل من نسب التزوير، أولا سوف لا تترك هناك بعض يعني الاستمارات حتى لا يستفادوا منها، واثنين عندما يكون هناك كم كبير من المواطنين أو الناخبين متجه نحو المركز أو المحطة سوف يمنع لبعض الفصائل أن تتدخل، لأن أكو زحمة في هذا الأمر. إذا برأيك حدث التزوير وصار تلاعب بنتائج الانتخابات، ماذا سيحدث في العراق؟ ماذا يكون موقف مجلس الأمن والمجتمع الدولي؟ يعني أولا سوف أعتقد لا يكون هناك تزوير، و المهمة الأولى للمجتمع الدولي عندما أرسل هؤلاء المراقبين هو لا يعني مراقبة الانتخابات بشكل حقيقي، لأنه تعرف هم يعني الموجودين أقل من 1000، إحنا دائرتي واحدة ب 1300 محطة، فبالتالي ماكو هذا كم المراقبين، لكن هذا يعطي شعور بين الآخرين إحنا مراقبين. أنا أعتقد حتى لو كانت الانتخابات نزيهة سوف يطعن من يخسر فيها ولم يأخذ مبتغى، سوف يطعن بالتزوير، لكن ما طعن فبالتالي هي فقاعة سوف تأخذ لها أيام قليلة ومن ثم تهدأ الأمور وتسري إن شاء الله. أتمنى على كل العراقيين أن يخرجوا للانتخابات، هذه انتخابات مفصلية، أما نكون أمام دولة يعني أن نبدأ نضع القطار على السكة في بداية يعني تشكيل الدولة وقوة دولة أو لا دولة.
فبالتالي أقولهم دائما لا تتوقعوا من النظام السياسي العراقي أو من السياسيين أو من الكتل السياسية أن يصلحوا أو يغيروا. من يغير هو المواطن العراقي. أخرج الانتخابات وضع الصح على من ترغب به. هناك مخاوف من تدخلات خارجية في الانتخابات، هل هذه المخاوف كان تتوقع هذا؟ هذه المخاوف يشيعها من كان يسيطر على الانتخابات السابقة، من كان لديه أدوات بالمفوضية، من كان لديه أدوات في الشارع لتغيير المعادلة. أبدا، الانتخابات في أيدي أمينة وأمينة جدا. يعني حقيقة إذا كانت هذه انتخابات عراقية ونتخوف من مهام دولي، فلن الخلل بينا وليس بالآخرين. أنا أعتقد المجتمع الدولي يعني حقيقة قدر حالة وصعوبة الوضع في العراق أكثر ما قدره القيادة السياسيين، لذلك تدخلوا هذه المرة بالرقابة بشكل كبير حتى يعطوا مشروعية لهذه الانتخابات. نعم. برأيك ما هي الكتلة الأقرب لتشكيل الحكومة المقبلة؟ يعني هو هذه تحددها نتائج الانتخابات. هناك يعني معلومات بأن هناك في اليوم التالي للانتخابات سوف يكون هناك يعني تحالف لكتلة واحدة بين الفتح ودولة القانون. من المؤكد أن ينضم إلها الخنجر، كلام أن ينضم إلها الاتحاد الوطني، هذا كلام حقيقة. لكن الفتح ودولة القانون هم حقيقة نوع البارتي البارتي أنا باعتقادي يعني اليوم يشاع أن هناك شبه اتفاق بينه وبين سماحة السيد مقتدى الصدر. أنا باعتقادي دائما البيت الكردي وإن كانت فيه خلافات خلال التجارب السابقة هذه 5 انتخابات يتوحدون فيما بينهم ويخلون اتجاههم في مكان واحد، وهذا أيضا فيه شيء واستقرار العراق. موضوع الكتلة الأكبر سوف يكون فيه لغط كبير، وسوف يعملون فيما بينهم على أن تكون الكتلة الأكبر. من ما تكون الكتلة الأكبر سواء دولة القانون الفتح والتيار الصدري منهم، احنا اللي يهمنا من هذا الموضوع. رأيك هل ستنعت سيناريو 2018 بنسبة قصة الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة؟ يعني أتمنى أن لا تعاد. أتمنى أن يأخذ المفهوم الدستوري للكتلة الأكبر مفهومه. أنا أعتقد نتائج الانتخابات سوف تفاجئ البعض، ولكن الكتلة الأكبر أنا واضح يعني اليوم إذا نتكلم عن التيار الصدري أكيد هو سوف يكون يعني أكثر كتلة تأتي بالمقاعد، وأن سوف يقل عددها هذا واضح عندي. لكن عندما يتحد دولة القانون والفتح سوف يكون الكتلة الأكبر، لأنه يعني سيكون رئيس الوزراء لهم. يعني هذا يعتمد منه يجي، يجوا الصدريين يجون معاهم بعض السنة وبعض الكرد، هذا يعتمد أنهم من. ولذلك أنا أتكلم بصراحة البيت الكردي أنا لا أعتقد أنا لا الذي يراهن على تفتيت البيت الكردي. نعم مشاكل كثيرة موجودة في الإقليم هذا واضحة عندك وعندي، لكن الأكراد ينسون خلافاتهم عندما يصلون إلى كركوك، يخرجون من أربيل سليمانية ينسون خلافاتهم، وهذا فشيء جيد حقيقة حتى يعطي استقرار للوضع. لكن أنا أقول سوف مشكلتنا اليوم ليس في الكتلة الأكبر، حتى لو هناك كتلة أكبر ورشحت لرأس الوزراء، مشكلتنا في الرئاسات الثلاث. يعني سابقا تذكر أنت كان الخلاف أو المشكلة الكبيرة هي في رئاسة الوزراء، متفقين على رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان. المشكلة الآن في هذه الدورة على الرئاسات الثلاث، يعني مشاكل بين أربيل وسليمانية حول من يكون رئاسة الوزراء، وأيضا مشاكل ما بين السنة أنهم يكون لحد الآن ما متفقين على المناصب؟ لا أكيد أكيد ما متفقين، يعني كلام هذه كلها تسريبات وإشاعات وتمنيات، لكن ما يكون الانتخابات هي من تتحدد، وكثير من القرارات تتغير بنتائج الانتخابات. تتوقع رئيس الوزراء المقبل سيكون خارج الإطار الانتخابي؟ والله كل شيء ممكن، يعني كل شيء ممكن، لكن أنا أقول لك شيء واحد وهذه سجلها يمك، سوف نكون أمام مرشحين كثيرين لرئاس الوزراء، يعني أقل شيء 7 مرشحين، ولذلك سوف لا نتفق على أحد منهم. أنطيك ولذلك سوف لا نتفق على أحد منهم، وهذا يعطي للكاظمي فرصة كبيرة أن يبقى رئيس وزراء، لا لأنهم يريدون الكاظمي بل لأننا فشلنا في اختيار واحد منهم، على الرغم من الكاظمي شخصية عراقية وطنية حقيقة أنجز خلال هذه الفترة بهذه الصعوبات وهو يحقق مالكي الكلام. عنده حظ يعني أنا اليوم شخص أتكلم، كل شيء ممكن بالعراق. المالكي سوف يكون له شأن يعني وضع كبير باعتباره قائد في الانتخابات وكتلة أكبر، لكن لا أعتقد أن تكون له فرصة في رئاسة الوزراء. رئيس الوزراء المقبل ما يكون صدري قح على قولة الصدري؟ والله يعني
أتكلم لك بصراحة يعني الصدريين هم منذ اليوم الأول يعني من أول انتخابات هم كانوا الكتلة الأكبر بالمفهوم الدستوري واستحقون الناس رئاسة الوزراء. معلوماتي سماحة السيد حقيقة في تلك الفترة لا يرغب بها، هذه الفترة حقيقة أنا أتوقع أيضا لا يرغب بها، لكن هذا كان من أجل التحشيد الإعلامي. القح نتمنى أن يكون عراقي قح، وطني قح، لا يقبل بالتدخل الخارجي. نعم. هذا اللي ورئاسة الجمهورية لمن تكون؟ بارتي لويكيتي. والله يعني أنا لو كنت يعني أتمنى أن يكون لبرهم صالح أن يبقى في هذا المنصب، شخصية عراقية جامع لديه علاقات دولية كبيرة، لكن هذا شأن كردي فيما بينهم، هم دائما تكون اتفاقات. يعني أنا أقول لك حتى لو إجا لليكتي للبارتي عفوا، فبالتالي أكيد سوف يكون باتفاق، لا يكون بكسر عظم. يعني أنا أتكلم لك بصراحة، هذه الدورة بارتي يريد منصب رئيس الوزراء؟ أي واضح، رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية واضح، واضح جدا، واضح جدا. وبعض الأسماء رشحت يعني أو تكلموا بها، مو رشحت عفوا. وأنا أعتقد أيضا كاكا مسعود البرزاني يعني هو أب لكل الأكراد، وهو شخصية حقيقة كردية عراقية يستحق الاحترام. أتمنى أن يمارس دوره بشكل أبوي، وأن لا يكون ينحاز لا إلى سليمانية وإربيل، لن يبقى قائدا كرديا أفضل ما يكون قائدا لحزب معين. وهذا حقيقة عشمي بي وصور سوف يلعب بي، حتى لو جاءت إلى أربيل فسوف يرضي سليمانية فيها. برهم صالح سيبقى في المنصب؟ نتمنى إن شاء الله، يستحق. معلومات شو تقول؟ مو معلومات، هي توقعات وتصورات. أنا يعني ما جامل تعرفني، أنا أتصور هناك اقتتال أربيلي على الموقع. ومحددين مرشح؟ يعني هم يتكلمون بمرشحين، يتكلمون بالأستاذ هوشيار زيباري، يتكلمون بفاضل ميراني، يتكلمون في الأخ فؤاد حسين، وكلهم محترمون حقيقة. ما هي توقعاتك بالنسبة عدد المقاعد المكونات الكرد والسنة والشيعة؟ المقاعد نفسها، لكن للأسف الشديد بسبب عدم توحد الشيعة وذهابهم إلى هذا القانون سوف يخسروا من 9 إلى 11 مقعد، فسوف يذهب الجزء الأكبر للسنة بحدود مقعدين أو 3 للكرد. رئاسة مجلس النواب لمن تكون؟ والله ولا أكو عزم ولا أكو تقدم، كل شيء ما أكو تأخر وغيره، بس أنا يعني توقع الحلبوسي سوف يبقى بهذا الموقع. وأنت شفت قبل 3 أيام كان هناك لقاء للسيد رئيس جمهورية أردوغان، سيد جمهورية تركيا، بعث على الأخوين رئيس عزم ورئيس تقدم، وأول مرة اجتماع منفردا بهم ثم جمعهم، وبالتالي أصور كانت هناك بداية لحلحلة الأمور، وكان هناك وعد لدعم الحلبوسي بأن يكون تجدد له الخنجر. يعني إيه بأنه أنا تسمح، تعرف هي اليوم أكو سياسة فيها مصالح، الخلافات تذوب عندما تتحقق بعض المصالح. أنا مثل ما يهمني استقرار الوضع الشيعي أيضا يهمني استقرار الوضع الكردي والسني، باعتبار أن أي خلل بهذا المكون سوف ينعكس سلبيا على المكونات الأخرى. باختصار سؤالي الأخير، ما هي توقعاتك لأصواتك حضرتك بالكاظمية؟ والله هناك تمنيات لا أتوقع، يعني هذا إذا الله راد سبحانه وتعالى ينجح، لكن أنا متأكد من فوزي في الانتخابات. سباستك برس باعرجي بربجيري سربخولة بازني كاظمية لبغتة. شكرا جزيلا.